قال السميدة ديال الشعير كما قلت لكم هنا غنستعمل فيها الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، واحد هادو راه الثومه عجينه، الثومه عجينه، وهذا شويه السكينجبير وشويه ديال البزار، قزبر ومعدنوس غير بما تغلى، وغادي نرمي عليها. هنا في مولينكس درت تقريبا واحد 3 ديال المطيشات، واحد البصيله صغيره طحنتهم مع واحد الكميه ديال الماء، اللي غادي طيب ليا السميده. هي السميده ديال الشعير كتاخذ وقت تقريبا واحد نص ساعه ديال الطياب باش كطيب مزيان ما كتبقاش خضره. صافي غندير هادشي فوق البوطه ونكملو. هنا البنات كنزيد ضامه ديال الكنور اللي بغى يديرها، كتبقى اختياريه زعما ماشي شي حاجه لا بد منها، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها كتزيد حتى هي تبنن الشوربه. وغنبقى نزيد، المهم كل واحد شنو تيقول هادي، واش السميده الشعير واش البلبوله، المهم ما عرفتش انا بالضبط، ولكن ها كنتمنى انكم تكونوا شفتوها مزيان. كنبن السميده ديال الشعير، المهم معليناش، كتاخد وقت باش كطيب، واخا هذه راها رقيقه ولكن كتاخد شويه الوقت، تقريبا كما قلت لكم في الاول واحد نص ساعه. غادي نديرها مع هاد الغليه دابا ونبقى نحرك، ندير ونحرك نكبها ونحرك باش ما كتلصقش في القاع وتبقى معجنه. هنا بعد ما درت هذيك السميده كامله البلبوله كلها نزيد شويه ديال الربيع، صافي وغنغطي عليها ونخليها طيب. المهم غنرد بالي مع الماء حيت كتبدا تغلى بزاف وكتنشف من الماء. صافي هنا طابت الحريره، هنا البلبوله ديالنا صافي طابت، ويمكن نتمنى ان الفكره ديال اليوم كيف ديما تكون عجبتكم، وبصحه وراحه.